ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بكم بقى النهارده في الفيديو مختلف شويه، فيديو عن اعاده التدوير في حاجات قديمه عندي في البيت، واعمل منها حاجات تغير شكل الديكور في البيت وفي نفس الوقت تكلفه قليله. النهارده هوريكم ازاي عملت ارفف مودرن بتكلفه قليله، تعتبر ما فيش تكلفه خالص، وفي نفس الوقت ارفف متينه، لان معظم الارفف اللي بنجيبها من محلات برده بتبقى بره بقى الخشب بتاعها حبيبي كده، مع الوقت بيفرول وبتبقاش كمان متينه تقدري تحطي عليها حاجه بجد، يعني تحف تقيله كلام من ده. فالنهارده ان شاء الله عملت ارفف مودرن من المله القديمه بتاعه سراير، لما انتوا فاكرين، لو انتوا فاكرين او شفتوا فيديو اعاده تدوير السراير القديمه اللي عندي بسراير مودرن، المله استفدت منها، عملت منها ارفف مودرن، نزلت صور من على النت وعملت زيها. مش هقول لكم بقى بالظبط او مش بالظبط، انتوا هتشوفوا، هوريكم الوقت الاول الصور نزلتها من على النت وتشوفوا فعلا هي زيها زي اللي طبقتها ولا لا. تعالوا بقى معانا شوفوا الفيديو ده، بنبدأ الفيديو حطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معانا كلكم هيشترك وتقولوا رايكم في الارفف دي. وطبعا هوريكم كمان، هسيب لكم كمان طريقه انك تعمليها انت في البيت او توديها لحد بره نجار يعملهالك. يلا نقول بسم الله وتعالوا شوفوا الارفف وقولوا رايكم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده الارفف الاولانيه اهو، حلوه جدا جدا وشيك قوي في الاوضه. بصوا شكلها من على بعض، وهقرب لكم بقى اوريكم السمك بتاعها وتفاصيلها. ودي السراير اللي هو كان قلبها لي من السراير القديمه، عملها لي سراير مودرن نفس النجار، بجد تسلم ايديه. بصوا شايفين الرف، الرف يا جماعه كبيره وحاجات كتير على فكره. وبصوا حلو قوي في الركنر كده بتاع في الركن بتاع الاوضه كده في الجنب، حلو جدا. ده ورق حائط من ورق حائط الأوضة، حطيته كده على الرف عشان يدي شكل حلو كمان من ورق الحائط اللي كنا لازقينه لما كنا بندري من الأوضة. شوفوا بقى سمك الأوضة، سمك الأسفل الرف، مش زي الأرفف اللي بتيجي أبدا أونلاين، بتبقى خفيفة وخشب حبيبي كده، ما تستحملش تحط عليها حاجة، يعني بيبقى حاجات بسيطة قوي. يعني الولاد هنا بيحطوا كل الحاجات بتاعتهم، يعني كمان حتى الرف الوقت خفيف بيحطوا كل حاجة عليها. ممكن تعمليها كمان كمكتبة، تحط كتب براحتك وما يهمكيش. زي فوق كمان هم حاطين، شايفين كتب كتير عليها فوق اهي، شكله حلو قوي قوي، وخاصة هو لونه ابيض بقى مع البينك مع الالوان اللي في الأوضة، حلو جدا. انت ماشي بقى مع السرير ومع الدريسنج، شايفين شكل حلو قوي زي. بصوا بقى هنا انا حاولت اجيب لكم الاحمر بقى اللي في الركن ده، ده العقد ده مروان اللي جايبه لي العقد ده وعملهولي لي، تسلم ايديها. بصوا الحيطه عندي حمراء، فانا عملت الرف ده احمر، يمكن من لون بعد كده حاساه غريب شويه، عاوز اغيره ابيض. فانتوا تقولوا رايكم، بصوا ممكن احمر ولا اغيره ابيض. ومعظم الحاجات اللي في دي عندي قديمه من قبل الجواز وحاجات السبوع بتاع البنات، فانا محتفظه بقى، حبيت احطها في الركن ده. بصوا شكله حلو ازاي، هما التلاتة داخلين في بعض. ممكن تعملي انتوا البوكسات دي او كل علبة لوحدها اهو، قولي بس رأيكم في اللون، لان انا عاوزة ادهنه تاني ابيض. انا حطها عشان في كنبة فيها احمر والحيطة احمر، فقلت اللون ايه يكسر البيج شوية. هوريكم دلوقتي بقى طريقة تصنيعه اتعمل ازاي، وممكن ده ممكن تنفذيه في البيت سهل، ممكن تنفذيه لو اتقطع بس خشب، لكن التاني محتاج ورشة. انا جبت لكم فيديو من جوه الورشه بالظبط ازاي تصنع. يا رب الفيديو ده ان شاء الله يعجبكم، ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو. شايفين بقى شكله عامل ازاي، حلو جدا جدا. دي فرقه موسيقيه كده، اللي بيعزف بقى كمان جا، واللي بيعزف واللي بيطبل بالطبله، شكلها حلو قوي، من الحاجات اللي انا بحبها كمان عندي. على فكرة بياخد كتير، وممكن يتحط بأكتر من طريقة، ممكن يتحط كده أو بالورد، بيبقى عامل مثلثات على الحيطة، بقى شكله حلو قوي حلو قوي، بس المثلثات مش هتاخد حاجات كتير. بصوا بقى دي المولة اهو، اللي هو واخدها الأول من السراير القديمة، بيصروخها كده الأول عشان تبقى ناعمة. يعني هو صراحة الله يكرمه ايه، صور كل التفاصيل عشان كمان حب حد عاوز يستفيد اهو. هسيب لكم رقمه لو حد من دمياط او حاجه او قريب ممكن هو يعمل له الحاجات دي. بصوا هو قص، طبعا ده الرف التاني اللي انا وريت لكم النبيتي، هو بصوا بيقص اهو،
مقاسات مختلفة، عشان خلي بالكم كل علبة لها مقاس بالمكنة كده. يعني انت ممكن تعملي ده تقصيه عند حد بس، وبعدين في البيت بتعمل عادي بالغيرة عادي، هوريكم طريقته في عمله، بس هو بس محتاج مكنة طبعا تقصه. تمام كده، هو كده قص بدأ يمسمر اهو. كمان هو معلقهم في البيت بطريقة حلوة قوي، بحيث ان مفيش مسامير باينة خالص في الحيطة كده. مسمر اول علبة، والعلبة دي هتبقى مقفولة. ده شكل العلبة اهو، تمام. دي العلبة التانية مش مكتملة، مفرغة من جوه كده. بصوا بيلزق بغيرة، اسف، دي الاولانية اللي لسه هتبقى، دي الوحيدة اللي مكتملة فيه اهو. بصوا بقوا التلاتة جنب بعض، هيبدأ بقى يلزقهم ويدخلهم في بعض. انت ممكن تعملي التلات علب مش شابكين في بعض وتحطهم جنب بعض على الحيطة، برضه يبقى شكلهم ظريف اهو بالشكل ده. ممكن انت تعلقيها بالشكل اللي هو منيمها بيها دي، بيبقى شكلها حلو قوي، بس بتاخد حاجات انتيكات رفيعة كده ما تاخدش، او كتب ممكن تعمليها كمكتبة. طيب مسمر كمان من جوه وكده تبقى، وطبعا مع الغيرة بقى اللي هو عاملها وكده تبقى ايه، خلصت. انا حاولت اسرع عليكم الفيديو وعشان تشوفوا التفاصيل بتاعت ايه الشغل اللي هو عامله اهو. كده الرف خلص، شايفين بقى. يعني اي حاجة عندنا يا جماعة ما نحاولش نرميها، اي حاجة لها استفادة ونعيد تدويرها تاني. بصوا بقى هو يعمل التاني بقى، محتاج شغل شوية. التاني هو عامل قصهم كده، اللي هو الرف الكبير في الاوضه، اللي عامله رفين، يعني عامله اتنين زي اللي انا وريته لكم اللي هو في الكورنر الابيض ده، بيرفع الخشب كده رفيع كده. هو ده محتاج تقنيه شويه، ده محتاج نجار بقى اهو. بيترفع الخشب شويه طبعا على المنشار، شايفين رفع ازاي الخشب. انا استغربت في الاول بس هو وراني خطوه خطوه لحد ما نوصل للاخر. وبدأ بصوا علشان الرف اعرض من الملة، الرف اللي هو عامله لي في الابيض اعرض من الملة، فحط اللي فوق ده وبدأ يلزقه بالغيرة كده زي ما انتم شايفين اهو، وبيسيبه يتلزق اهو، بيلزقه شوية ويسيبه كام يوم كده ولا حاجة لما يتلزق، عشان بيعرض لي الرف، لانه طبعا الرف ده اعرض من الملة نفسها. بيعملوا بحاجة تمسكوا كده، بيسموها قمطة او حاجة زي كده. لايك بقى للفيديو الحلو ده، ده كمان اعملوا كده اهو. جهز كل حاجاته كده ولزقها. بيعمل الجزء تاني برضه تاني، لان هو عامل لي رفين وكل رف فيه اربع او خمس طرفه، فشكله حلو قوي، واخد حاجات كتير. واحد حاطه في البلكونه وواحد في اوضه البنات، لان حسيت الاتنين هيبقوا في الجنبين، عندي شباك كان معاكسها شويه كده. قربنا نوصل بقى للشكل النهائي. لا ده حاجه تانية، ده بقى ده باين جزء من الدريسنج. معلش بقى المقطع ده دخلته لكم، بس انا هوريكم دلوقتي الشكل النهائي. ده حاجات في الدريسنج، ده خشب مش خشب المولة بتاعتنا،
معلش بقى انا دخلتها في الفيديو مش همسحها، بس هسيب لكم الشكل. ان ايوه بصوا بقى، دي الحاجات اللي هو كان بيلزقها اهي، شايفين اهي، خلاص كده هياخد منها يدور الشكل اللي هو التدويره بتاع الرف. شايفينها عامله ازاي؟ ودي الحاجات اللي كان مقطعها رفيع اهي، بيعملها كده من جوه عشان يعمل الدورانات بتاعتها. يا رب بقى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه وتقدروا تنفذوا ده، او لو جنبكم نجار يقدر ينفذ لكم ده والحاجات الرفيعه عشان يعملهم يسوون بيهم ويديني الشكل النهائي للكورنر. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، لايك بقى للفيديو، واشوفكم ان شاء الله فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.